السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء طلبة الصف الثاني الثانوي الأدبي. النهاردة بإذن الله هنراجع آخر موضوع من موضوعات علم الاجتماع وهو الجامعات الاجتماعية. هنتناول مع بعض دلوقتي مراجعة سريعة عن هذا الموضوع قبل ما نبدأ مع بعض ونحل الأسئلة اللي وردت على هذا الموضوع. أول حاجة عندنا في موضوع الجامعات الاجتماعية طبعا نحن نعرف يعني معنى الجماعة الاجتماعية. معنى الجماعة الاجتماعية اللي هي بتبقى عبارة عن تجمع بين فردين أو أكتر بينشأ بينهم تفاعل اجتماعي وعلاقات اجتماعية وتأثير انفعالي ونشاط متبادل بينهم، بيتحدد على أساسه الأدوار ومعناها عن الوظائف والمكانة الاجتماعية لأفراد هذه الجماعة وفق معايير وقيم معينة إشباعا لحاجات أفرادها ورغباتهم وسعيا لتحقيق أهدافها. يبقى بنقول تاني، لو جالي سؤال في الامتحان وقال لي حدد تعريف الجماعة الاجتماعية، يبقى هي تجمع بين فردين أو أكتر بينشأ بينهم تفاعل اجتماعي، علاقات اجتماعية، تأثير انفعالي ونشاط متبادل، بتتحدد على أساسه الأدوار. الأدوار دي يا أولاد يعني معناها الوظائف، والمكانة الاجتماعية يعني معناها المركز لأفراد هذه الجماعة وفق معاييرها وقيمها إشباعاً لحاجات أفرادها ورغباتهم وسعياً لتحقيق أهداف الجماعة. يبقى عرفنا أول سؤال طرحناه وهنلاقيه بعد كده في الأسئلة قدامنا اللي هو تعريف الجماعة الاجتماعية. نيجي للجزئية الثانية، الشروط الواجب توافرها لقيام الجماعة الاجتماعية. يعني أي جماعة اجتماعية عشان تقوم وتتأسس لابد يبقى ليها شروط. طب تعالى نقولهم كده في خمس كلمات، إن يبقى ليها هيكل أو نظام معين، يعني شكل، يعني إن يكون في بين أفرادها تفاعل، إن يكون بينهم مصالح، إن يكونوا بيشعروا بالانتماء للجماعة دي، إن يكون لهم أهداف عايزين يحققوها وقيم ومعايير بيتفقوا عليها. يبقى نقولهم تاني، يبقى الجماعة يبقى ليها بناء أو شكل، يبقى بين أفرادها تفاعل، يكون بين أفرادها مصالح مشتركة، إن الأفراد دول يبقوا حاسين بالانتماء للجماعة، إن يكون بينهم قيم ومعايير بيتفقوا عليها، دي اسمها وإحساس بالانتماء للجماعة طبعا. يبقى دي كانت عندي شروط قيام الجماعة. يبقى للمرة الثالثة أنا بقولها تاني، لو جالي سؤال في الامتحان وقال لي حدد الشروط التي يجب توافرها لقيام الجماعة الاجتماعية، يبقى شروط قيام الجماعة احفظ لي خمس كلمات وهما: إن يبقى ليها هيكل، هيكل يعني شكل، إن يكون بين أفرادها تفاعل، إن يكون بين أفرادها مصالح مشتركة، إن يكون بين أفرادها إحساس بالانتماء، إن يكون بين أفرادها قيم ومعايير بيتفقوا عليها. ودي الخمس حاجات اللي هم شروط قيام الجماعة. طيب ننتقل للنقطة التالية اللي هي رقم 3 وهي أنواع الجماعات الاجتماعية. أنا عندي الجماعات الاجتماعية كم نوع الجماعة الاجتماعية؟ علماء الاجتماع صنفوا الجماعات الاجتماعية لكم نوع؟ صنفوها لنوعين، الجماعة الأولية والجماعة الثانوية. طب إيه الفرق بين الجماعة الأولية والجماعة الثانوية؟ الجماعة الأولية هي جماعة بتبقى صغيرة الحجم، الجماعة الثانوية هي جماعة كبيرة الحجم نسبيا. طب يعني زي إيه؟ القرية جماعة أولية، المدينة جماعة ثانوية، الأسرة جماعة أولية، المدرسة جماعة ثانوية. طب التفاعل بين أفراد الجماعة الأولية وجماعة الثانوية، التفاعل في الجماعة الأولية العلاقات بين الأفراد بتبقى علاقات شخصية، يعني اتصال مباشر، علاقة وجه بوجه، علاقة قرابة، علاقة زواج، علاقة أب مع أبنائه، علاقة صديق مع أصدقائه، فدي بنقول عليها جماعة أولية، كلنا عارفين أصدقائنا وعارفين أساميهم وعارفينهم هم ساكنين فين، كل الكلام ده. طب الجماعة الثانوية، الجماعة الثانوية التفاعل بين أفرادها بيجمع بين أفرادها المصالح أو الأهداف العملية الخاصة. يعني إيه أهداف عملية خاصة ويعني إيه مصالح؟ أو علاقات رسمية، يعني زي الموظفين اللي شغالين في شركة كبيرة، دي جماعة ثانوية وعلاقتهم ببعض علاقة ورق، علاقة اتصالات، علاقة إمضاءات، دي اللي احنا بنقول عليها الجماعة
ثانوية. طيب نماذج للجماعة الأولية وجماعة الثانوية. جماعة الأولية يمكن أنا وأنا بشرح قلت لك زي الأسرة، الأقارب، الجيران، أصدقاء الفصل الواحد اللي احنا عارفين بعض. طب الجماعة الثانوية من أمثلتها النقابات والمدارس والمصانع والنوادي الرياضية والأحزاب السياسية. طيب نيجي للنقطة الأخيرة في هذا الدرس البسيط السهل، درس دمه خفيف. إيه العلاقة بين الجماعة الأولية والجماعة الثانوية؟ يجي لي سؤال في الامتحان يقول لك إيه، والسؤال ده ما بيغيرش، احنا عندنا أسئلة مقالية مع الاختيار من متعدد، يقول لي إيه؟ يقول لي العلاقة بين الجماعة الأولية والجماعة الثانوية علاقة تبادلية. يعني إيه معنى علاقة تبادلية؟ معناها إن الجماعة الأولية بتؤثر في الجماعة الثانوية، والجماعة الثانوية تؤثر في الجماعة الأولية، الاتنين بيأثروا ببعض، والاتنين بيتأثروا ببعض. يعني إيه؟ مثال، دور الأب في الأسرة مثلاً بيتأثر بدوره في العمل. طب من حيث إيه؟ من حيث مقدار الدخل اللي هو بيحصل عليه من الوظيفة بتاعته، من حيث الوقت اللي بيقضيه مع أسرته، كما إن وجود أي مشكلة في الأسرة بالنسبة للأب هتأثر عليه في عمله. يعني إيه؟ يعني لما يكون بتضايق مع أولاده، في مشكلة عند ولد من الأولاد أو بنت من البنات، في مشكلة مع زوجته، فأول ما يروح الشغل طبعا ممكن يخطأ، ممكن ينفعل على زملائه. فهنا الإنسان الجماعة الأولية، الإنسان الأب ده عضو في جماعتين، جماعة أولية أسرته، وجماعة ثانوية اللي هو مكان وظيفته. وده درسنا النهاردة البسيط، وكان آخر درس عندنا في المنهج اللي هو اسمه الجماعات الاجتماعية. يمكن احنا حطينا عليه كام سؤال، خليك معايا. قلنا حدد تعريف الجماعة الاجتماعية، ايه شروط قيام الجماعة الاجتماعية السؤال الثاني، انواع الجماعات الاجتماعية السؤال الثالث، السؤال الرابع العلاقة بين الجماعة الأولية والجماعة الثانوية، وحط كلمة تبادلية حلقة في أذنك، علاقة تبادلية. لو جه قال لي صح وخطأ مع التعليل العبارة صحيحة. تعال معايا نفتح البوكلت صفحة 77. صفحة 77 هنشوف مجموعة من الأسئلة نحلهم مع بعض، ومجموعة من الأسئلة حضرتك هتبدأ تمسك القلم وتحلها إذا ما كنتش حللها، والمفروض البوكلت ده محلول طبعا. السؤال الأول بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة والأدق من الإجابات التالية. بيقول لك الجماعة الأولية تتصف بأنها، ومدين عدة صفات، قليلة العدد، تجمع بين أفرادها العلاقات الشخصية، بينهم روابط عاطفية، كل ما سبق. طبعا كل ما سبق هو الاختيار الصواب، لأن فعلا دي سمات وصفات الجماعة الأولية. طب نيجي للجماعة الثانوية، بتتصف بأنها ألف كبيرة العدد، ب بتجمع بين أفرادها المصالح، جيم علاقتهم غير مباشرة، دال كل ما سبق. طبعا الإجابة الصحيحة دال كل ما الله، دال هنا ودال هنا طبعا صح. طيب السؤال رقم 3 بيقول لي عرف الجماعة الاجتماعية، أو تعرف الجماعة الاجتماعية بأنها. ده تعريف لازم ان احنا نحفظه مع فهمنا للتعريف. اكتب معايا يلا، يبقى تعرف الجماعة الاجتماعية او تعرف بانها تجمع بين فردين او اكثر ينشأ بينهما تفاعل اجتماعي وعلاقات اجتماعية وتأثير انفعالي ونشاط متبادل، تتحدد على اساس الادوار والمكانة الاجتماعية لافراد هذه الجماعة وفق معاييرها وقيمها، إشباعا لحاجات أفرادها ورغباتهم، وسعيا لتحقيق أهدافها. طيب ميز بين الجماعة الأولية وجماعة الثانوية، هسيبك تحلل السؤال ده احنا لسه قايلينه أكتر من مرة. السؤال رقم 5 بيقول لي حدد شروط، أو حدد الشروط الواجب توفرها لقيام الجماعة الاجتماعية. شروط قيام الجماعة أنا قلت لك 5، واحفظ 5 كلمات. 1، لابد من وجود بناء أو هيكل تنظيمي محدد للجماعة الاجتماعية.
لابد من وجود درجة من درجات التفاعل بين أعضائها، لابد من وجود مصالح مشتركة تجمع بين أعضائها، لابد من وجود الشعور بالانتماء للجماعة والارتباط بيها، لابد من وجود الاتفاق بين أفراد الجماعة على قيم ومعايير محددة، والجماعة الاجتماعية مثل الأسرة والعيلة والجيران، القرية، المصنع، النقابة، الأحزاب. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي: مشكلات الأب في العمل تؤثر على علاقته بزوجته وأولاده بالمنزل، ناقش في ضوء ما درست. السؤال رقم 6 ده إجابته اللي هو العلاقة بين الجماعة الأولية والجماعة الثانوية. تعال نقولها ببساطة وبصورة سهلة جدا، بقول العلاقة بين الجماعة الأولية وجماعة الثانوية علاقة تبادلية، يعني الجماعة الأولية بتؤثر في الجماعة الثانوية والجماعة الثانوية تؤثر في الجماعة الأولية. وقلنا مثال لأن العلاقة بينهم تبادلية، قلنا مثال: دور الأب في الأسرة بتأثر بدوره في العمل من حيث دخله، من حيث وقته اللي بيقضيه في أسرته، كما إن وجود أي مشكلة في الأسرة مع الأب تؤثر على دوره في العمل. فإذا العلاقة بينهم بين الجماعة الأولية والجماعة الثانوية علاقة تبادلية. طيب نيجي بعد كده السؤال رقم 7 بيقول: يتطلب حصولك على أجازة موافقة المدرسة، يشير ذلك إلى الجماعة الأولية ولا الثانوية ولا الجوهرية ولا الجماعة الصغيرة؟ أنا عايزك أنت بقى تفكر، هي المدرسة دي جماعة أولية ولا جماعة ثانوية ولا جماعة جوهرية ولا جماعة صغيرة؟ هنبدأ نحل مع بعض يا شباب الأسئلة المقالية اللي موجودة عندنا مع أسئلة الاختيار متعدد، وهم كلهم 16 سؤال. احنا حلينا مع بعض 6 أسئلة، 16 ل10 الباقيين هم متكررين للست أسئلة اللي احنا قلناهم. فنبدأ نحل كده مع بعض ونفكر في هذه الأسئلة ونجاوب عليها بنفسنا، ونشوف هنعرف نجاوب الأسئلة دي ولا لا. وإلى حين أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، وأتمنى لكم كل توفيق ونجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.